مرحبا بمشاهدي لو دي جي تي في ولو دي جي راديو. بطبيعة الحال وكما عودناكم برنامج زاوية 90 يستضيف مجموعة من الأطور، مجموعة من الفعاليات الرياضية والتي تناقش العديد من المواضيع التي تهتم بالرياضة، ليس في مفهومها الكلاسيكي ولكن في مفهومها الحديث، على اعتبار أن هذا القطاع هو قطاع حيوي وله علاقة بباقي الحقول المعرفية. اليوم نستضيف إطارا وطنيا مغربيا 100%، يعني ونعتبره من أحد الطيور المهاجرة خارج أرض الوطن، والأمر يتعلق بالإطار المغربي السيد هشام جدران. السيد هشام جدران هو لاعب سابق فريق الفتح الرباطي، تدرج في مجموعة من الفئات ثم انتقل إلى الدير الإسبانية وحصل عليها على تكوين للمدربين، تكوين عالي جدا ويعتبره من الدبلومات العالية، وهو دبلوم اتحاد الدولي في كرة القدم، يعني جاور العديد من الأندية الإسبانية على مستوى الميريا أو إليغيدو، ثم انتقل إلى المغرب ثم إلى إفريقيا وإلى الخليج. تجربة يعني كبيرة وراءها العديد، وراءها حمولة تاريخية وتجارب وعدة يعني قرارات على مستوى التدريب. اليوم نستضيف السيد هشام ونحن في حلة جديدة، حلة ديال لو دي جي تي في ولو دي جي غاديو، الإذاعة إن شاء الله والقناة التي تستقبل العديد من الفعاليات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الرياضي. السيد هشام مرحبا بك معنا اليوم. يا العالمي هذا نهار كبير، سان في بليزير باش نكون حاضر معاك وثاني واحد القناه لي فريمون بحال اللي كنت قلت لك عندها غران فوتور، لان تيشرفني وسعدني نكون معاك كصديق، وفعلا انت من التراكمات اللي جمعتي لا اداريا ولا صحفيا باش نكون معاك، هذا بالنسبه لي شرف. وثاني قناه لو دي جي تي في ولو دي جي راديو ما يمكنليش نقول لا، ثانيا من عجبتني الزاويه 90، الناس صغار تلعبوا تنقلبوا على الزاويه 90 وهذا نهار كبير باش نكون معك، سانو في بليزير دو سيرفير للناس ديالك. شكرا سي هشام، وحنا هذا نهار كبير، نهار سعيد انك نجمعوا في واحد البلاطو اللي هو غادي يكون ان شاء الله زوين وفي مجموعه ديال الاشياء الايجابيه. هشام، قبل ما ندخلوا نناقشوا في مجموعه ديال الحويجات، بغيتك تهضرنا على التجربه ديالك في اسبانيا، يعني انتقال من المغرب الى اسبانيا، وكيفاش، لان هضرنا توتالوغ على التجربه في التكوين، وهو في حق اللي هو لو تيم ديالنا اليوم، شنو هي الايجابيات والسلبيات ديال التكوين في اسبانيا والحصول على يعني المحطه اللي دزتي باش حصلتي على الدبلوم ديال الاتحاد الدولي؟ هو ماشي سهل، اولا لا فورماسيون كونتينيو ماشي سهله من الاول، هنا تتعرف بانك انت باغي دير الدراسه ديالي في لا ميديسين بعد الوفاه ديال الوالد، وكنت نلعب الكره هنا في المغرب، فكان التوجه دائما رياضي محض. من بعد نقولوا ما كارير سبورتيف، فتتعرف دائما الرياضي ملي تيسالي لا كارير ديالو اول توجه اللي تيدير هو باش يكون غولي مع داكشي اللي دار هو الرياضه، وكان اقرب حاجه لانها هي التدريب. وهاد باش تكون مدرب ديال كره قدم، فتعلمت اللي خلاني نمشي لهذا التوجه هذا هو لي فالور ديال هذه الرياضه، هي لا لوت، هي الاخلاق، هي التربيه، هي الاحترام الغير، هي الثقه في النفس، وهي تطلع والبحث على دائما الافق ولكن في الميدان الرياضي، وهذا هو اللي خلاني ندخل هذا الدومين. الاسبانيول لان تيسموني رجل ديال الصعودات، كنت ديت ثلاثه البطولات وثلاثه ديال الصعودات مع الفرق. ذكر الفرق اخي كان لامخريرا هو الكلوب دو فورماسيون، هذا معروف عندنا، وهذا الكلوب دو فورماسيون معروف واحد الكرون تورنوا تيديرها دوري تيديرها في راس العام، تيجيو دائما لي كرون كلوب بحال بارسيلون بحال ريال مدريد لاتليتيكو مدريد سي في بي تي، شومن بين اللاعبين الكبار اللي دازوا عندنا كان فالديس الحارس ديال برشلونة، كاسياس الغارديان ديال ريال مدريد، دونك كانوا تنديروا دومي فينال، وكنت حصل لي الشرف باش نكون مع هاد لا كاتيغوري ديال المخونيره اللي هو سي تان بيتي كلوب دو فورماسيون اللي كيتعرض على لي غران كلوب، وانا الوحيد اللي تندير دي غران زعما دي غران ريزولتا او نيفو ديال بيرفورمانس، وهذا الكلوب كان معروف بلا فورماسيون، كان العامل ديالو هو يفورمي دي جون، دونك شافوا لقاو بان هذا المدرب تلكم جون مي تبارك الله عنده ميده، فنصحوني باش ندير لا فورماسيون. كل اللي بينا انسيستي هو كان عندنا الله يرحمه كان واحد خوان رخاص للتيران ديال الميريا مسميه بالاسم ديالو، دابا راه مشى الباور لان كان جا الباور هورس دابا مسمي على الفريق الان ديال الميريا، وهو قال لي يا هشام بويسكي بارل بيان دو توا
خصك دير لا فورماسيون وباش دير لا فورماسيون خصك تدخل تقرا الفوتبول باللغه الاسبانيه سيتي با فاسيل لكن كنت المغربي الوحيد نقول لك انا في 1997 دونك تندور في ذاك ليبوك بديت ندير الدراسه ديالي باش نخرج لي ديبلوم ديالي باش يمكن لي نجلس في البونتوج بطريقه ليغال. هشام هاد المساله ديال لا فورماسيون اون اسبان وانا دزت هاد التجربه هادي هو ديال عدد الساعات يعني عندك مجبر على انك تقرا واحد العدد الساعات باش تجلس في البوندوتوش وباش تفاليدي لو ديبلوم ديالك. بيان سور هذا هو الفرق اللي انا ما تنفهمش لا في المغرب ولا خارج المغرب ولا بلا بالضبط هنايا عندنا في المغرب تيدخلوا دو سيمين ولا 3 سيمين وتعطيهم دي ديبلوم. لا حنا لي ديبلوم ديالنا مخول لنا باش نقراو دورون توت لاني تقرا لا بريباراسيون فيزيك لا تاكتيك لا تكنيك بسيكولوجيك اي حاجه اللي هي علاقه وزياده حتى تدخل بارتي تيلزموا عليك باش تدخل دير سيغتان اور سيغتان كلوب حتى تتوجد راسك عادي يمكن لك دير لو بي عاد دير لك لو ا عاد تدخل البرو هذا اللي دخلت له يعني ما صار صعيب ما يمكنش نتحدثوا ما صار صعيب وخصوصا غادي نهضروا اخي هشام على التجربه ديك من بعد الحصول على الدبلوم في اسبانيا وتدريب بعض الفئات الصغرى على ما اعتقد اللي خدوا لالميريا بجوجهم غير بغيت نتعمق معك في لا فورماسيون كونتيني لان انا ما تنبغيش ديما كنوصل الاخوه اللي تيديروا لا فورماسيون ما تدخلش لا فورماسيون باش تاخذ الدبلوم. الدبلوم اوكي ممتاز للغايه تساعدك ولكن لو سافوار فير هو تدخل وتكون باسيوني لواحد واحد الميدان اللي بغيتي تكون تتبغيه وتحاول تجتهد فيه اكثر ماشي في الدومين وتقرا كثير باش يمكن لك انت تجلس وتدرب لان باغفوا ما تعرفش لي فيستير لي كونون ما تعرفش اللعابه اللي غادي يكونوا عندك ما تعرفش لي زوكازيون غادي ما تعرفش حتى البروجي اللي غادي ما تعرف لي زوفر لي غادي ميخص السلاح ديالك هو يكونوا عندك لي ديبلوم ديالك القراءه والدخول وتعمل باش ولا هذا البحث لا نتناقش هذا قلت لك انا كنت في الميريا تنضرب دي كيلومتر دي كيلومتر بور اسيستي لي كونغري لي سيمير مع لي غران زونترين وعاد بعد نقول لك نحل لك القوس ديال فوا برو كيفاش داكوغ انا ندوز على المساله هذه كتعتقد التجربه ديك في المغرب كانت قبل الويفا ولا من بعد الحصول على الديبلوم ديال الويفا التجربه ديك مع فريقي يعني اعتقد الرجاء مع باكو لونسيان جوور دو بارسلون 2006 2007 ولو كلوب دو فوس 2008 دونك هنا باقي ما عندناش البرو لان البرو يلاه تسمع ب 2013 يلاه بدينا تنسمعوا عليه هنا في المغرب هاد لي ديغني دو زاني تصور انت 2013 سمعنا الويفا برو وهي اول تعرف المعقل ديال دائما لي غران ديبلوم هو اوروبا صحيح. لان اوروبا هما الابحاث العلميه الرياضيه نابور كيل تروك روليي مع 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 الفوتبول دونك بداو تيخرجوا لي هاد لي برو سا فو دير كو هاد الويفا برو ولا هاد البرو حنا تيقولوا لنا سي لو باسبور دو كاليتي انترناسيونال كي نو بيرميت دونتري نابور كيل كلوب اي نابور كيل بيي دونك اختاروا ولا بري سيليكسيونوا لي غران برو لي زونترينور قبل سي هشام نهضروا على هذا لان هادو ياخذوا واحد المحور اساسي هو ديال الاتحاد الدولي كيفاش هو في حقيقة هشام ما كانش معروف في المغرب يعني من مشيتي كنعرفوك احنا المقربين ولكن ملي جيتي للمغرب جيتي اول مره معكم اسيستون مع باكو لونسيان جوار دو بارسلون مع الرجاء سي فري وجيتي من اسبانيا لواحد المعقيل ديال واحد الفريق اللي هو كبير وفيه مجموعه ديال الاشكاليات اللي هي كبيره ولكن رغم ذلك بقى الاسم ديال هشام اسم زوين ومن بعد كتجي الفريق الفتح يمكن تعطينا واحد تقربنا من التجربه لا التجربه زوينه بارفو لي كونسيدونس دو في تيجيو بوحدهم انا ما كانش لينا ديجا انا مع لو دوزيام ايكيب في البولي خيدو دونك والحمد لله كلاسين لي دوزيام فابني كان جا السويري البريزيدون ديال الرجاء فتعرفت معاه لان تعرف البريزيدون ديال الكلوب ديالنا ما انفيتي البريزيدون باش نتعشاو انصومبل ونتعرف هو ديك الساعه السويري كان مشى فيلون وكان تيبحث على واحد المدرب مشى اوسكار فيلون هو عنقني صراحه قال لي سان فينور ميمو بليزير دو تو سالوي وعزيت عليه قبل ما توصل لان داك الشيء اللي هضروا عليك فريمون عجبوا الحال نو قالوا لي اسبانيول فريمون سي كيلكان دو بيان وهذا دونك كان محتاج ان اونترينور قلت له جا اونترينور يسابيل باكو فورتيس من حسن باكو فورتيس لان كان
حجري هو لاسيستون ديال فيلون وحجري ترينا عند باكو فورتيس في البرتغال دونك الى بويي قال له راه سي كيلكان دو بيان برو هذا هو لعب في لا سيليكسيون اسبانيول تقريبا 10 سنين في فرنسا وتم التعاقد مع باكو باكو اوتوماتيكمون بويسك انا اللي كنت معاه قال لي ما يقدرش يكون احسن منك اي واحد انت اللي تكون اسيستون ديال كانت هذيك هي البدايه الاحترافيه الشخصيه في خارج اسبانيا ومع ان غران كلوب اللي هو الرجاء. من بعد كتجي التجربه ديال كوم ديريكتور تكنيك جو بونس مع ليفيس ومن بعد عاوتاني كتولي اونترينور برمي اونترينور وتا هي التجربه اللي كانت فيها مصادفه مع الرئيس الفتح انا داك اللي هو الفاسيل فيه لا هو لا. بالافريز زهير بالافريز زهير هذا بالافريز سبحان الله شوف لي كونسيدنس دو في انا ساليت عيط لي الزاكي باش نخدم انا وياه في ليفار دونك كان هو في الكونكورونس مع كانوا جوج ميل في دو دوسي هو ومديح دونك ليفار خدات مديح الزاكي مشى لمراكش وانا طلعت لاسبان الفاتح كانت عقدات مع بليندا الله يرحمه والطوسي وسميتو الى كلاكي لابورت بليندا لي دوروفين ما مشى في حالاته بقى الطوسي مع لوفيس في افريل كان العزاوي الله يرحمه هو اللي بيان انسيستي كان صاحب بالافريش قال له راه عندنا ان تري بون هذا هو هشام جدران واحد ولدنا وهذا راه عاد سلام على الرجاء فالا ما قول له يجي يخدم معك راه هو اللي غيعاونك في لا ديريكسيون تكنيك الان بويسك التوصيل اللي كان في لا ديريكسيون تكنيك هو اللي قاد ف الى ترانسيستي قال له انا غنمشي عند عند هشام حتى لسبان صراحه وجازو غير بالافريش عندي اسبانيا باش هبطني الفتح درت له تري بون ريسبسيون وريتو الكلوب كومو لي ستركتور او نيفو بروفيسيونيل وقالوا له من الاخر قالوا له لا بغيتي تنجح دير هشام في اليد ديالك اليمنى حنا راه ما نعطيوه لكش ولكن بويسك جا جيتي حتى لعندنا هادو من الشروط ديال الفريق الاسباني انا داك بيان سور لان كنتي مرتبط معاه بعقد مع الفريق الاسباني بيان سور وانا خدام راه شو لونترينور دوزيام ايكيب تمايا با لا فريز قال لي كان هاكا قال لي بهذا لو تيرم قال لي كان بالامكان دريب عليك اخي هشام ولكن ملي تنشوفك عايش في هذا الخير هذا وهذا الشيء اللي قالوا عليك لي اسبانيول فاسيل تو بلاي لو سي طون كلوب داكشي باه بالتعاون معنا فكانت هذه تجربه حقيقيه حيت ما عايش في المغرب تنجي دائما من الاوروب هي في حقها كانت تجربه اعتقد انها تجربه مهمه ولكن رغم ذلك كانت فيها بعض النواقص ما يمكنش نتحدث عليها ان كانت هضحنا الايجابي من بعد سي هشام غنهضروا على واحد المساله مهمه هي التجربه ديالك في لا بريباراسيون دو ديبلوم لان بالنسبه لنا دابا حنا الان مثلا سواء على مستوى التكوين داخل المغرب تكوين الاوتور ليسونس برو ا هذا النقاش اللي كاين كيفاش كيولي ان اونترينو عنده ان ديبلوم يقدروا يكون فاليدي في لازي يمكن له يخدم مثلا به في اوروب سي تري ديفيسيل اكطوالمون لو ترافاي افيك ان ديبلوم اللي خصو يكون فاليدي بار اون اورغانيزاسيون اللي هي مونديال دونك تجربه ديال صعيبه على ما اعتقد ديال الديبلوم ديال الاتحاد الدولي للويفا اولا الويفا ماشي سهله ثانيا باش تكون كمغربي وتدخل تقرا لو فوتبول باللغه الاسبانيه عرقله صعبه لان تتكلم تتقرا الفوتبول باللغه الاسبانيه تتعرف اللغه الاسبانيه ني با ديو ا تول موند باش تدخل وتعمق كل ما هو التكنيك والتكتيك هذه هي القوه الضاربه ديالي لان هذا هو لونترينور اللي تنتبع لان الفرا لي موديول فهما كثار وانا شي باسيوني كيما تنقول لك الفوتبول اولا ملي تدير الدراسه والدراسه نقولوا تكون المستمر في هذا فمن غير لو ديبلوم بحد ذاته علاش نقول لا باسيون ديال سميتو حنا ملزمون باش نحضروا المحاضرات والمؤتمر جي بلوس دو 35 ديبلوم دونك جو فواياج او نيفو ديال اسبان نهار اليوم راه وليت سيونس كتب تنعطي اللي كتكون انترفون في دي كونفيرون او نيفو ديال بالنسبه للاسبانيول اليوم راه تنقرا لي اسبانيول الفوتبول باللغه ديالهم شوي بي من عند لا فيدراسيون تمشي لان خديت الويفا برو الويفا برو علاش قلت لك هذه النهار اللي بون جي فواياجي لان كان هي النهار اللي خلت الويفا برو فتيسيفطونا ايميل خصك ولا بدا تحضر في مدريد باش تاخذ هاد لا ليسونس الا ما جيتيش ما تاخذهاش دونك جيتي اوبليجي دو فواياجي وبلان بلان خدمه بلان ماتشات وهذا فتنتفاجئ الوقت اللي تنطلع لمدريد فتنلقى لي غران تنلقى سيميوني غوارديولا بوتشيتينو نايمري لي غران زونترينور اللي تابعين الاتحاد الاسباني كره القدم فتطرح السؤال تقول علاش انا واقف زعما معاهم قال لك نو
انت عندك لو باسبور اسبانيول، انت تتمثلنا خارج اسبانيا، انت تدرب فرق خارج اسبانيا، عندك بلوس دو 35 ديبوم مثلا، انت اسيست لي كونغري لو سيمينار ان شاء الله متبع. انسان حنا سانو في بليزير. انت هذا النقاش ديال الاتحاد الاسباني يعني تيقول لك اودي انت مسافر لي كريتير اي بيان سور وانا راه ما بون سوي بون اسبانيول باسكو جي لو باسبور. ولكن مغربي في مغربي او فون دو مو سا تو في مال او كور، لان تتقول انت كمغربي الوحيد اللي تنقول لك انا في 2015 اول جلسه مع غوارديولا مع الاخرين بنفس لو باج واقفين قاعد الصف. انا مش انا متبع له هيم ليسونسيال. انا تنقول لك شكيكا اللي تيدير الابحاث ديالو اللي تقرا بزاف الكتوبه، لان اوكي لو فوتبول ماشي هو اللي تتشوف، لان الناس غالطه في الفوتبول. الفوتبول هو تجلس انت دوفون لا تيلي وتشوف لو بالون كي كور دو زيكيب كي جو كي باق. حنا تنشوفو بعين غير المجرد العين التقنيه، تنشوفو العين التقنيه فوالا لي زيكيب كي ترافاي سون بالون لي جوغ سون بالون لو راما. تنقول بون الناس تشوف الكره تشوف 90 دقيقه ايوا اللاعب باش توجدك 90 دقيقه فوالا. اللاعب الا تيقيس الكره هي 2 دقائق شنو تيدير مثلا في 88 دقيقه يجو سون بالون. مي تقول دابا اللعاب علاش تيكون غادي وتضيع له كره، مي تشوف العين ديالو تيشوف 360 دوغري. دونك الا ضعت له كره او نيفو دو بروفايل ديال الجن ديالو ما تيبقاش يشوف لا كولور اي لي موفمون واللون. دونك تيفقد اللون. الوغ اللعاب الا تضيع له كره تبدا تشرح له بوركوا يل بير لو بالون، يا اما في با اتونسيون يا لا ديسيزيون تتكون ماكاش لا كونسونطراسيون يا او نيفو دو تكنيك ما تيضربش. دابا تنشوف هاد لي تروك هاد لي استوس اورين ما معطيش نيمبور كيل اونترينور باش يمكن يعاون ويساعد اللاعب. لينا كاسكو سافي دير لا تاكتيك بحال دائما كنا تنقولوا هو اللاعب خصنا نعطيو دي زانفورماسيون مزيانه باش بور ريزود غايف كل المشاكل اللي تتوقع باش يعني هي مسؤوليه المدرب اللي ما كتكونش متعرف ما كيعرفش كل شيء. لا عطيت الفرق بين واحد اللي تيتفرج في العين التقنيه والعين العاديه، ملي تنتفرجوا تنخليو لو بارون بحال تنساو وتنشوفوا غير ديلي. وهذا هما الاساسيات اللي في التكوين اللي كتكون جانب تكون، لان التكوين كما هضرنا من قبل وديما تنهضروا على التكوين ما كاين ماشي غير لو تيرا، حتى خارج الملعب وفي الفيستير وخارج الملعب. وكتعرف كتهضر مع اللاعب كتعرف شنو عنده، واش عنده واش مريض، واش عنده مشكل عائلي، واش هذا. فبالتالي هذيك لي ديسيزيون دون ترينر كتكون بنيه على مجموعه ديال الحويجات اللي هي اساسيه داخل. صحيح خويا العالمي صحيح، لان دائما تنقول كاسكو سافي دير لو فوتبول كل واحد يمكن تيعطيه الشرح اللي هو الى لو دووا ديكسبليكي. مي لو فوتبول هو اللي تنعيشوا حنا لي زونطرينو، ماشي اللي تيتكتب عليه ولا تيتقرا عليه ولا تنكتبوا عليه في الجرائد او في التيلي، هذيك حاجه اخرى. مي لو فري فوتبول هو اللي تنعيشوا حنا لي زونطرينور دوران توت لا سيمين. المشاكل ديال اللاعبين ديالهم الماليه الاقتصاديه العائليه، هل هذا اللاعب او نيفو دابتاسيون الا كان لعب من براني، المشاكل اللي واقعه، المدرب خصو ياخذ قرارات طارئه في ديفراكسيون دو سكوند بور غاني لو ماتش ولا هذا. انت او كوغ دلاسون ما تعرفش شنو ديال سي سالو في فوتبول اللي تنعيشوا هنايا. زياده على قلتي واحد الكلمه ممتازه للغايه او نيفو كومونيكاسيون. اوكي دونك المدربين اكثرهم تي سون تري فور او نيفو تيوري، ولكن ملي تيخرج لا براتيك دونك تو سكي كونسيرن تيوري ما تيوصلوش مزيان للبراتيك. تنقول لا كومونيكاسيون، تنقول لك فريمون حتى الخدمه باش يقبض داك لي جوغ ديالو او نيفو تيوري لا بيان بارلي، مي باش ياخذ داك لي جوغ ديالو يدخل لو تيران بور براتيكي في ما تينطبقش داك لا تيوري مع لا براتيك. خليك في لا كومونيكاسيون خي هشام، حتى ندوزو التجربه الافريقيه. خليك في لا كومونيكاسيون لان درنا توتالوغ على المدرب اللي يتقن اللغات. تبارك الله، يعني سي هشام tu parles espagnol bien sûr anglais français العربيه. التجربه ديال لو فيستيار لان مهم دابا انت ما كنتي يعني في الاخر مره هضرنا على ان عندك لاعب في المرخيه مثلا مرخيه لاعب فرنسي واسباني وانجليزي وعاد العربي والعربي. دونك هادو بارفي علاش قلت لك لي زوتي دال انترينور بروفيسيونيل تكلمنا او نيفو كومونيكاسيونال او نيفو موتيفاسيونال او نيفو ديال مثلا هاد الكومونيكاسيون هادو اللي حليتي، لان الا ما كانش عندك السلاح ديالك باش تقاوم غادي تمشي. علاش ننصح انا المدربين الان باش يديروا الدراسه والدراسه ديالهم ويتعلموا اكثر برمي هما لي لونغ يقراو ويدرس. حنا تتعرف او نيفو دي تيرم تاكتيك دونك دي كو اون بارل دو ماتش ولا اون بارل دي موفمون دي كيب ادفيرسير ولا سي با فاسيل، مي تندخلوا للمعقول. دونك او نيفو دو فيستير كل اللي عندك
بحال دابا انا كنت في قطر عندي في المرخيه اربعه ديال الناس الا تكلمت انا بلغه راه الا تكلمت بالعربيه راه ما تفهموش الاخرين ولا تكلمت بالفرنسيه ما تفهموش دونك الحمد لله ملي تنكون تنتكلم اونيفو رانا جو با لو ميم تيرم مي او ميم طون انا تنتكلم بالاسبانيه مع اليكس راه فهمني شنو بغيت نقول له جو با تندخل في الكامروني بالفرنسيه تنشرح له شنو بقى والانجليزي لا ريا سنترال دونك تمشي ماشي لا ريا سنترال ايليا غوش حتى هو تنتكلم معاه بداك لاستوس اللي خصو يدير وراه تنتكلم بالعربيه مع المجموعه اللي هما الاغلبيه ولكن التكنيك ديريكت باش يعرف اللاعب شنو خصو يدير تتكون مزيانه دونك هنا شنو هو بيت القصيد ما محتاجش الان ترادكتور اي بير بوكو دو طون تنمشي ديريكت لو مو تكنيك رابيد اللعاب اللي تنقول له فريمون راه تنتكلم مع اللعابه فهادو ولكن انت شنو خصك دي بار هادو شنو بغيت نقول لك هادو سون لي زوتي دو ترافاي اللي خصك فريمون يكونوا عندك باش يمكن يعاونوك انت هما الحياه دي هما يعني هما الايجابيه هما الوسائل الايجابيه في النجاح بيان سور يعني ممكن وسائل كديك النجاح لا حيت وقعت لي انا ما بغيتش نجيب الاسم ديال لونترينور مي او نيفو ديال دابا ما بقيتيش تتكلم 45 دقيقه ولا 50 دقيقه باسكو لو جوغ اي بير لا كونسونطراسيون غير ملي با انت بعدا كناش تكاع واحد اللعاب نعس انت تو سي سي با نورمال دونك عندنا 15 مينوت خفيف ظريف سيبلي الامور تتمشي ولكن انا تنقول لك هادشي وصلنا له الحمد لله بعد دراسات وبعد مناقشات شي باش نقول لك انا المدرب الان باقي تيغلطوا فهاد سميتو تيتكلم دابا هو لو بروبليم المدرب تيتكلم بزاف وعند راسو راه هو وصل المعلومه ولكن ملي تيكون سالا راه الا جيتي تقصي اللاعب راه هو هضر بزاف ولكن واش نخدم اللاعب ما خدا والو دونك كيدخل اللاعب كيدير داكشي اللي بان اللي فهم دونك داكشي اللي قال المدرب ماشي هو هذا اكزاكتومون بور تو دير كو هادو دابا لو فوتبول مودير ولينا تنبازيو لان ما عندناش بقاش عندنا الوقت او نيفو دي ستاتستيك تنسالي الماتش تيبدا يوسف توليا بوكو دو نيميرو بوكو دو كور قلت لهم انا هادشي ما غيساعدنيش وما غيعاونيش جي با بوكو دو طون باش نشوف عطوني لو مينيموم لو سيب اللي محتاجه باش نقدر دابا في حقيقه هذه غادي نرجع ليها مساله مهمه ديال الديكوباج لي فيديو لي ستاتستيك هما ولاو دابا مهمين بالنسبه للستاف تكنيك هذه مساله ولكن بغيت نهضر على واحد بالنسبه ليا انايا هي تجربة في افريقيا في زومبيا على ما اعتقد تجربة في لا زومبي ولا في زومبيا داكور دونك خدمتي مع واحد الفرقه اللي هي تكاسات نافيام ولكن الاشكال اللي بقيت كنطرح انا هو داك المغامره بالنسبه لي انا مغامره علاش لانك انتقلتي من اوروبا وجيتي لافريك وفيها مجموعه الحوايج كاين ازمه اقتصاديه كانت ازمه يعني ازمه امنيه كاين مشاكل مجموعه ديال المشاكل ودرتي خديتي الديفي ديال التحدي ديالك وقدرتي تخدم تقريبا عام مع ديك الفرقه ولعبتي الشامبيونز ليغ لا ما لعبت لان سيت اون ايكيب صغيره اللي عطلعات دونك درنا بيك بيرفورمانس صراحه لان اولا غادي نرجع علاش بالضبط زامبيا بلد ديال الكره هذيك الساعه ساليت في البحرين مع الرفاع البحريني بوجات واحد لوفر هاد الشجاعه ديال الانسان هنا هي اللي تنقول انا ما عرفتش حتى فين غادي نمشي جو كوني ولكن ملي تيكون واحد الانسان باسيوني باش بوغ ديكوفرير ان سيرتان كوان دو موند دونك تنهضر على جنوب افريقيا حدا لا زومبي اوكي بون ملي تنمشي لقيت الحمد لله الاجواء اكثر من الرائعه اللي بغيت لينا اقصى الجنوب اقصى الجنوب ثاني اكبر مدينه في زامبيا تري بون تيرا تنتريني في التيران الكبير وداكشي ولكن هو الرئيس عزيز عليه ليفربول قرا في قريب العائلة نقولوا الحاكمة قرف في إنجلترا عزيز عليه لو فوتبول وبغى نقول الشركة ديالو يديرها او نيفو ديال لو فوتبول كان بالنسبة لي غراند اكسبيريونس علاش اولا قلت لك باش نشوف واحد جنوب الصحراء هذا رقم واحد لو فوتبول الي انترناسيونال الي انتر كولتورال بالنسبة لنا هذا هو اللي تعطيني الحماس ديال الشخصية ديالي وهاد الثقافة كل ما تعلمت من الناس كل ما تنكبرت انا حتى الماين ديالي الراس ديالي باش نعرف شنو كاين في الفوتبول من الاختلاف ديال الثقافات الكرويه في اختلاف العالم تعطيني نعرف هاد لو فوتبول يونيفرسال مي تختلف من مكان الى مكان وفعلا داكشي اللي جاك ديكوفري تمايا داكشي ممتاز للغايه لان اولا لقيت كاميروني زامبي بلد اللي يمكن يقدر يعني يكون زامبي ويكونوا كلهم خارج البلد لقيت لي فرانكوفون لقيت لي انغلوفون لقيت تقريبا شي ويل انترناسيونال للداخل لعابه مختلفين من الوان وحتى في طريق الكلام ديالهم راه قلت لك زامبي كاميروني كيني
كله. وكانت واحد بون كانت بدايه حسنه لان الرئيس كانت عنده علاقه مع تيبي مازيمبي. تيبي مازيمبي كانت يوجد لها كوب دافريك, وكان بما ان الفريق عطل على البريمير ديفيزيون جوست ا كوتي ديال الكونغو فهو اللي كان عرض عليه باش يدير مقابله الافتتاح معايا, ودرنا 0-0 كونتر تري تري كون كلوب تيلعب لا كوب دي موند دو كلوب. كان تجربه مهمه, قالوا له فريمون فو زافي تري بون ايكيب تري بون كوتش, قال لك ماشي ساهل تدير هاد البيرفورمانس. كانت ويا اون ديكوفري داك العالم العالم الاخر, والدول اللي هي دول افريقيه صحه الان متقدمه في هذا المجال هذا. وفي الحقيقه سي هشام حنا كنا اليوم كان لو تايم ديال التكوين التكوين المستمر, ولكن تجربه كل محطه تدزتي هي في حد في الحد ديالها راه هي بحكايه هضره على التكوين التكوين المستمر. كيفاش انا بالنسبه لي انتقال من افريقيه الى 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 الخارج بالضبط وبعض الدول اللي هي معروفه بالحب ديالها للكره اللي هي معتقد عمان وامارات وقطر, عمان البحرين ومتازه ديال الدول وعندها تاريخ يعني بغيتي ولا هذا عندها تاريخ في, في اسيا ديال ديال ديال, ديال الكره. الفكره ديال الانتقال في حقها هي كان عندك واحد تردد على ما اعتقد قبل ما لان تجربه في البحرين جيتي لافريك كنت كتفكر على انك تمشي لشي بلد اخر من غير دول دول الخارج, ولكن خديتي تحدي ومشيتي مشيتي للخارج وماشي ساهل باش تثبت الوجود ديالك خصوصا في الامارات وقطر. وحنا كنعرفوا على ان دوله مثل الامارات وقطر تعطي واحد الاهميه كبيره لكره القدم وجميع الرياضات, ولكن كره القدم على وجه خصوص وكتحط فيها مبالغ كتانجكت فيها مبالغ كبيره وكتستثمر فيها وكتجيب شركات اللي هي شريو حتى الشركات الاماراتيه والقطريه خرجت كتانفيستي في 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 فرق اوروبيه اللي كتلعب مثلا الشامبيونز ليغ ولا هذا. كيفاش كانت يعني كيفاش تقيم التجربه باش عاد نمشيو المحطه المحطه لان هو هي تعرف الخليج هي السعوديه الامارات بلوز افونسينا بني كدول عربيه وقطر تاعي. انا مشيت اول اللي مشيت مشيت لعمان بلد صغير جدا ولكن لا كاليتي ديال لي جوغ تري انورم كبيره احسن لاعبين انا بالنسبه لي اللي تيلعبوا الفوتبول بالنسبه كخارجين الى سقسيتيني غنقولك العمانيين اسرع واقوى واحسن كرويا كوم سون دي بريزيليان باسكو تيلعبوا الكره كثير و ابار لا باسيون لا باسيون راه عندهم كاملين الحب ديال التمرين الحب الانتصار كاين عندهم. انا قلت لكم بحكم عمان والبحرين وقطر اللي خدمت فيهم كثير دونك دربت انايا ثلاثه فرق في عمان ثلاثه فرق في قطر والفرقه الوحيده اللي في البحرين. يختلفون على حسب لا باسيون ديالهم هي كاينه ولكن الاعداد ديال الحب ديال الكره فتمشي لعند عمانيين لان العمانيين بون كتاريخ ك نقولوا قريب تيلعبوا في البحر كثير بلد كبير بلد اللي تيلعبوا في الشاطئ بزاف الان فريمون حتى لو فوتبول 4 كونت 4 5 ضد 5 دونك كانوا قريبين ما هادو تيلعبوا زعما كثير زياده هما كفيزيولوجيا كلاعبين عندهم هاد الموله ديال الصراع فهمتي كاين لا كورديناسيون كاين لا رابيديتي داكشي وتشوفهم انت ولو ما عاطينش الاهتمام كثير للكره ولكن دائما عندهم هاد اللاعبين في اعلى مستوى كبار والحب ديالهم ديال الهدف لانهم تعطشين باش يديروا الفلوس مثلا باش يديروا الاسم ديالهم. بار كونتر لي زوتر نقولوا بي بون عندهم ما عندهمش الموارد اللي هما نقولوا الناس اللي غادي يلعبوا الكره كابيتال هما ما كاينش قليل هومان اللي ما اللي ماشي موجود. داكشي انا باش انا دربتهم مختلفين وشت الاختلاف الكبير كاب واللاعب اللي سميتو راه والدليل على عمان كانوا تيتسموا البرازيل ديال الخليج والدليل تشوف انت الموارد اللي كاينه ديال الفلوس اللي كاينه في السعوديه وفي قطر والامارات وملي تلعبوا كاس الخليج ديما تلقى العمانيين كمزيانين وهادو من بين بين الامور اللي تنقول علاش ولا رغم ان المواد عندهم قليله ما كاينش توجه رياضي محض في عمان. قلت لك دونك هذا هو الاختلاف اللي كاين. غادي نجيو للتجربه اللي هي دابا الان تجربه بالنسبه لك مهمه لان كان فيها تجربه ديال الميدان وتجربه ديال التحليل وجوج ديال المحطات اللي هما مختلفين ومفرقين بالنسبه لي انايا. تجربه ديال الشمال القطري الشمال القطري الخور ومرخية واللي في حقيقه كتبتي فيها تجربه كبيره وحددت الاسم ديالك لان صعب 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 في قطر
ولا حتى في الامارات حتى في السعوديه صعب ان مدرب اجنبي كتبدل الوجود ديالو لان خصو شروط معينه صح وواحد واحد التكوين عالي جدا لانك تفرضوا السياسه ديال الدوله كتفرض داك الشروط باش كتطور هذا وحنا غادي نجيو للتقييم ديال البحر لكوب التقييم ديال كاس العالم ديال قطر كيفاش الدوله قطر كتفكر الان ولكن بالنسبه لك انت ثلاثه المحطات الاساسيه وتبتي الوجود ديالك فيها وخليتي الاسم ديالك فيها خصوصا انك عندك علاقه كبيره مع كزافي دابا لو لونترينور اكطويل ديال برشلونه اللي كان ديك الساعه مع الخو كان مع السد القطري هو خصك تعرف بان ماشي ساهل تبت الذات ديالك في واحد اي بلد تمشي له اولا الحمد لله الانافه والكرامه المغربيه وتثبت الوجود ديالك هذا ربي عطيها لاي واحد في اي ميدان مي الحمد لله انا ديما تنقول لهم خدم وخلي عمل وخلي العمل ديالك يخدم عليك صحيح الحمد لله اليوم في قطر تنقول لك من بين المغاربه انا تنقول لك دابا 5 سنوات اللي عنده اسم جد محترم حنا نعملوا في صمت في صمت ولكن انا قلت لك راه كاين واحد البرامج دابا نرسلهم لك وغادي تسمعهم شنو تيقولوا تيقول بارمي العرب من احسن المدربين العرب اللي مروا في التاريخ ديال الدوري القطر هذا بدون اسم هذا بلا ما تقولها سي هشام حنا كنسمعوها وكنعرفوها في عبر البرامج اللي تنقول لك علاش لانه ما وزنوا شنو ما دايرينش دي ريزولتا كبار ولكن تيشوفوا لي زوتي والاسم ديال الشخص العمل اللي درتي بحال واحد الفريق صغير بلاعبين جد محدودين ولكن شفنا بصمه مدرب حركه ديال الفريق شجاعات ديال اللاعبين المستوى ديال اللاعب وخلينا وثبت الرجل ديالو مثلا في الفريق الاول تشافي وما ادراك ما تشافي مدرب ديال برشلونه ملي تيقول لك هشام انت فوزيت تري فور ممتاز للغايه في التكتيك ولكن انا يلاه في البدايه هذا التواضع ديال شخصيه كبيره في كره القدم ورمز من الرموز وهذا هو اللي تيخليك تيكون هذا الحب وحنا عندنا واحد الصداقه جد متينة يوميا نحن نتناقش عطيته واحد العمل ديالي الشخصي وهذا تيخليك تجتهد اكثر ملي تحترمك الناس اكثر بحال تيخليك تخدم 300% لان الا كبرتي في عين الناس وحطوك فواحد المرتبه ما خصكش تنزل دونك علاش ديما تاكد على التكوين تكون مسمى البحث والبحث العلمي ممتاز لغايه لان شنو الاخطاء الكبيره اللي تكون عند مدرب هو لو سافوار في خلي عليك راه تعرف كل ما هو تكنيك وتكتيك ولكن شنو هو لو سكري ديال النجاح ديال المدرب هو كيفاش نسيروا مجموعه وكيفاش نكون قائد ديال المجموعه وهذا صعب للغايه تكلمنا عليه تسير مجموعه تيجيونا هنا يوميا 25 لاعب راه قلت لكم مشاكلهم ويوميا عندنا كونطرا مع ان كلوب اون دو سونترينور اون دو بريباري لي ميكروسيك ديالنا اون دو بريباري لا سيونس ديالنا دوغون توت لا سيمين اكسيتيرا ولكن باش تكون قائد ديال المجموعه هو تكون انت عارف الفلسفه ديالك عارف لو سيستم ديالك انسان فاهم في المجال اللي تتشتغل فيه باش هما يتبعوك من وراك فين ما مشيتي يتبعوك دونك ني با دو اتولمون وهذه هي اللي كتجرنا باش الحديث على لو ستاف دابا لو ديكوباج فيديو لي ستاتستيك وهذا واللي هي الان ولات ماشي ما نقدرش نقولوا لا توندونس لان ولات واحد المساله مهمه لكل مدرب فروض عليه لان وحنا شفنا الان في لاكوب دي موند كاع لي ستاف تكنيك قدامهم لي طابليت كيديروا لو ديكوباج فيديو كيديروا لو سويفي هذا شحال جرى هذا شحال من لي تيغ كادري شحال من بيت مارك هذا شحال من باس ديزيسيف عطى واش كيجري بزاف واش كيفتك كيف يعني ممكن اونيفو ديال لا ترانزيسيون اوفونسيف ديفونسيف دونك ولا روتاسيون وتدخلات لهذا شكون هو اللي يقدر يكاسي لو جو بزاف د المرات هادو كانوا ستاتستيك لي اونيفو ديال لا كوب دي موند شنو هو لا فالور ديال القيمه ما المضافه ديال هاد لو ديكوباج فيديو لي ستاتستيك واخا حنا عارف القيمه ديال ممكن انت كمدرب يعني ملي كتقبض تدير التحليل ديالك وكدير لي كومونتير ديالك باش كتبني لا سونس دونطريمون ديالك من بعد داك المقابله اللي درتي في الاحد اللي ماضي ولا شي حاجه على الدوره السابقه تبارك الله عليك دوك حتى تتسبق الاحداث وزدت برافو عليك لان قلت لك قبل ما نبدا معاك قلت لك الفوتبول اليوم هو لو طون ما بقاش عندنا حنا الوقت
باش نتفرغوا. انا كنت نقطع راسي وتصاب لينا شي قرينا ودرسنا وعاد نقبت هنا وتنقطع ودا نشوف جي با بوكو طون. لان اولا عندي باش نشرحوا للمشاهدين السي هشام كتقول قطع يعني كدير دوك ديكوباج فيديو باش تخدم على لي بوين بوزيتيف اوكي فريمون كلام صحيح. دونك انا على باش نمشي معاك في نفس اللي قلتي علاش هاد لو ديكوباج وهاد سميتو علاش ولا هاد لو ستاف ولا عندنا مدرب ديال الحراس عندنا بريباراتور فيزيك ولينا سكاوت. انا دابا عندي واحد من اسبانيا دابا ولا تيدخل الى لاحظتي هو لو بريباراتور مونتال تصور بان لو ستاف غادي الكوتش مونتال غادي وتقبل علاش كل ما ساعدتي المدرب كل ما حيت المدرب ماشي كل ما عطيته معلومات كثيرة كل ما ساعدتي باش يوجدتي بني عليها دائما سميتو الأسبوع سميتو. لأن أنا ما بقاش عندي الوقت كامل. دونك لو ديكوباج ولا تقطع هاد السيكونس ديال الفيديو هادو حنا هاد حنا تنتعاقدوا مع واحد الاسباني ولا مع واحد مغربي ولا واحد العمل ديالو هو يتبع ليا لي سيونس دونترينمون ديالي يتبع ليا ليكيب ادفيرسير اللي غنلعب معاها لا سيمين بروشين تياخذ نقاط القوه نقاط الضعف ديالو وتنبني عليها انايا اللاعبين الممتازين اللاعبين اللي فريمون نقاط الضعف ديال الفريق وتنمونطي واحد 15 مينوت اوكور دو لا سيمين باش نبين اللاعبين ديالي فريمون لاعبين مع هذا الفريق راه القوه نقاط القوه نقاط الضعف تنبنيو عليهم لي سيونس ديالنا كيفاش غادي نلعبوا لا سيمين بروشين. هادو كلهم سون دي زوتي اللي تتكلم عليهم هادو لوازم كره القدم الحديثه. من تيكون عندك ان ستاف كومبيتون فالمدرب تيكون الا كان مدرب كومبيتون خص يكون داير بدي كومبيتون راه ما يمكنش. الا كان عندك خلل في ستاف راه غادي يكون عندك مشكل نتايا دونك بحال واحد السلسله اللي ما تكونش طري فوق دونك غيكون عندك مشكل. دونك ها اللي بغيت نقول لك الفوتبول لان ارجع غير واحد نحل واحد القوس اللي كنا في سي في بوينا فينتورا البريباراتور فيزيك ديال غوارديولا ففهمنا بان عنده لعبه انترناسيونال تيلعبوا في لا كوب دي موند ولا تيلعبوا في كوب دوروب ولا تيلعبوا معاه هو فعنده لا كوب عنده الشامبيونا عنده كاس ما عندوش الوقت باش يرجع للرشاقه لا فريشور فيزيك. تصور انت هذا بريباراتور فيزيك تصور هنايا تتلقى عنده الشامبيونز ليغ عنده البطوله عنده الكاس داكشي متابع ما كاينش الوقت. دونك هنا با بوكو دو طو حنا مازال في الدول العربيه مازال نخدم محتاجين وقت كثير باش نوصل. ولكن بدينا تنشوفوا بان النهار اليوم ولا استافيو راه ماشي تشوف انت الناس كثار تقول له راه كل واحد صحيح عنده عمل حنا سيجا في المجال وكنعرفوا هادشي ولكن تنبغيو في هاد الزاويه 90 على اننا نزيدوا نشرحوا ونعطيو افكار جديده باش يعرفوا الناس بان اي رياضه كيف ما كان النوع ديالها ما عندهاش ماشي كتجيها عبثا راه هناك واحد العمل واحد العمل جبار اللي تيقوموا به الناس 24 ساعه على 24 ساعه. صحيح صحيح. لان علاش نقول لك انا الله يحسن عوال المدربين وانا ما تنفهمش علاش المدرب ما واخدش داك الحق ديالو ماشي اعلاميا نو انا تنقول لك رساله واضحه للجمهور ورساله واضحه للمتتبعين الله يحسن عوال المدربين. المدرب راه هو تيبقى دائما في اطار انسان وتيكون مسؤول والمسؤوليه ماشي سهله ما يمكنناش نرضيو كل شيء الفئات. لان الا عندك انت مثلا 28 و 25 خصو يلعبوا غير مثلا 11 جوا المشكل الكبير اللي عند المدرب ماشي اللي 11 جوا اللي تيلعبوا المدرب عنده المشكل اللاعبين اللي ما تيلعبوش وهذوك اللي ما تيلعبوش كيفاش يبقاو في نفس التوازن في نفس الموتيفاسيون باش يمكن لك تدربهم خلال اسابيع واسابيع وكيفاش يمكن لك تدربهم من الشهر الاول الى نهايه الموسم فتيكون واحد العياء ذهني تيكون واحد العياء من جميع النواحي. دونك تنقول المسؤوليه صعبه وماشي سهله وفي ميدان اللي خصك تحتاضه لان الا لاحظتي اليوم مثلا ككرة القدم ولا باش يمكن لك تمشي بعيد ولا تخدم بعيد خصك حتى دائما هذه جانسيست عليها تكون متكون. الا بغيتي تخدم على برا خصك تقرا لي لونغ وما تقراش هيلو فوتبول خصك تقرا كيفاش تتعامل مع الناس هذه مهمه جدا. نعطيك غير مثلا حنا ملي تنكونوا تنعملوا او نيفو دو فوتبول كاين دي كوب كاين دي مومون ليكيب تتكون غدا مزيان وكتعاودي باساج فيد واحد باساج. دونك في داك لو باساج فيد شنو هي طريقه التعامل لكن باش عاود ترجعهم المصداقيه كتكون انت معاك ومع اللاعبين راه خصك داكشي اللي تتقولوا خصك تطبقوا ماشي اذا انت لما تريتي شي مازال انت ما تريتيش راه ما غتلعبش اييه ماشي دير
ما دير ما واحد ما تريج ما تلعبش ولا اخر ما تريناش غادي يلعب مثلا مثلا يعني شويه بسيطه هذه الصداقيه في العمل لي با سميتو لي زونترينور نقولوا القدام خصهم يفهموا بان لا جينيراسيون اللي جايه سي فيرتوييل سي مش سي لو ديجيتال سي دونك الطريقه ديال التعامل حتى هي تغيرات انا تنتكلم لك دابا راه غيرت شحال من حاجه على ود اللاعبين اللي عندي اللاعب المغربي ملي تنتكلم معاه هنايا راه تيفهم ديريكت راه ملي تمشي دابا مثلا لقطر تتبقى لعب لعب الكره ولا ما لعبش كره عنده زايد ناقص فهمتي دونك شنو هي الطريقه التعامل باش تحبب له كره القدم باش تخرج له حنا اونطرين دو كونتو 3 سيمين مي يوم المقابله في يد الله واش يمشي معك ولا ما يمشيش معك صح تو سي شنو هي طريقه الكلام معاه باش تخليه موتيفاسيون باش تخليه يجري باش يرجع باش يضيع الكره هنا في المغرب مثلا المغرب بطريقه اخرى في الاسباني احترافي كثير لا صافي سي بروفيسيونال ديال البروفيسيونال مع اللاعب لوكال دائما ماشي بحال بحال بروفيسيونال تيقرا الكونترا ديالو تيطبقها على لا تيجي في الوقت تيمشي حتى لاعب لوكال يقدر يجيك في الوقت يقدر يجيك في الوقت هنا سا دي بول اونترينور اللي تيمي لا ديسيبلين ديالو صحيح شي باش نقول لك منين تتقرا وتتستافد وتحضر المحاضرات والمؤتمرات وتسكور راسك فدائما شنو هو السلاح ديالك هي كيفاش تتعامل مع لو غروب ومع لو فيستير ومع اللاعبين خلال الموسم باش يمكن لي انا نوصل داك لوبجيكتيف ديالي ولا لو بوت ديالي ونحافظ على المجموعه ديالي و سي با فاسيل سي با فاسيل لان اللي تيلعب ماشي بحال اللي تيلعب لي ريزولتا الاعلام الجمهور صح يعني في حال كاين ضغط دائم وحنا راه بدينا ضغط عادي الضغط موجود في الفريق تحملوا لان كيخص ان اونترينور اللي يكون هو فليكسيبل باش يتحمل داك الضغط ولكن ني با دو اتول موند اكزاكتومون تنشوف المدرب راه ما تنشوفوش شنو من وراه صحيح ديال العمل وديال الشيء ودابا حنا كنولي كنعيشوا هادشي في المغرب في مجموعه ديال الرياضات خصوصا كره القدم اللي حققت مجموعه ديال النتائج مؤخرا نتائج ايجابيه وصباح المغرب عنده الاسم ديالو يعني ابري داك لي ريزولتا رماركابل او نيفو ديال لا كوب دي مون 2022 تنشوف على انه لو فوتبول مودرن اكطويلمون في المغرب ولا تيعرف هذا التحول هذا واللي هو تحول ايجابي باقي شيء اخر اللي هو التكوين عن المجموعه ديال الاطر هذا شيء اخر يمكن نعاودو نناقشوا من بعد غادي ندوزو شي هشام للمحور الاخير اللي كيتعلق بالتواجد ديالكم في البلاطو ديال التحليل خصوصا يعني في اذاعه او تلفزه يعني اللي معروفه على الصعيد العالمي وشون ريفيرونس ميدياتيك اكطويلمون في التحليل وما يمكنلكش تحلل الا ما عندكش واحد الباجاج واحد الرصيد معرفي وواحد حنا باقيين زعما حنا باقيين نفس السياق تجربتك في البين سبور في سيجا عجيبه ممتازه للغايه لانها تتعرف حاجه تتكمل حاجه اخرى ما تنتكلمش على الهرم ديال البين سبور باسكو داكشي ماشي الخيال العلمي مي فريمون ديبارتمون كبير وممتاز للغايه باختلاف الفئات واختلاف الموارد البشريه واختلاف الدول وهذا هو اللي تعطي لونشيمون ديال داك البلد وبالضبط البين سبور با كل واحد التوجه ديالو كل واحد لا فورماسيون ديالو كل واحد الباجاج ديالو دونك حنا الحمد لله انا قلت لك علاش نقول لك دائما على ماشي تكون ولا تكون مستمر لي زانفورماسيون تيكونوا عندك الدراسات تكون عندك انت تكون واجد انا سو كي في باسكو جي ايتيدي لو فوتبول ان اسبانيول دونك بور اكسبيريمي اون عرب سي با فاسيل دونك تنجتهد اكثر وتنبحث اللغه العربيه غير هو تتعرف الناس مشات بعيد تتمشي لابسط الحاجه لا في اللباس ديالك لا في القول ديالك لا في البحث ديالك لا في الكلام بحال اللي كاين بحال اللي كنحضروا حنا اليوم هنا الحمد لله افيك توا سي تي بيان ديزا ممتازه للغايه على الاسبانيول نو ولكن صراحه الناس خدات الامور بجديه واختارت لا كريم ديال الناس صراحه وعطات الحريه ديال العمل عطات العريه ديال النقاش عطات العريه ديال سميتو تيبحثوا على المواضيع وانا تناقش في تشامبيونز ليغ في اوروبا ليغ في مواضيع خاصه عربيه في اي حاجه اللي هي علاقه بالرياضه او بكره القدم بالضبط فانا تناقش تيكون عندنا الموضوع توصلنا مثلا الصباح وتنوجدوه وتنتكلموا فيه حلل وناقش بواحد الطريقه ممتازه للغايه من جميع الزوايا تتقول لي دابا حتى البرنامج الجاويه 90 ف مهم للغايه ولكن
تنضد ماشي تنضقوا تنحاولوا نختلفوا حيت هذا هو بيت القصيد ملي تنختلفوا تتكون هناك تتكون يعني افكار جديده ما تمشيوش في التوجه بالعكس لان كل ما اختلفنا كل ما خلينا للمستمع كل ما عطيناه الافضل والاحسن وهذا هو اللي تعجبني فيهم زين زعما موجدين من جميع هذا وفي حق انا تبعت مجموعه ديال التحليلات على مستوى لا ليغا اسبانيول ومن بعد التجربه ديال لا كوب دي موند اللي كانت تجربه مزيانه مهمه وعطات في حقيقه كانت هناك مجموعه ديال لي بلاطويات ولكن البلاطو ديال بين سبور كان بلاطو يعني متميز بحكم انه كيستضيفوا والاعلام القطري الان هو قوه ضاربه يعني هي اللي جلبته كانت واحد الدافع باش القطر تحصل على 2022. بالنسبه لي انا يعني المحاور اللي اساسيه سي هشام تكلمنا فيها ولكن بقى واحد سؤال جانبي واللي هو مهم سؤالين على المعتقد. السؤال الاول يتعلق بتقييم ديال دوله قطر للتجربه ديال المنتخب ديالها في 2022 في اخر مونديال. لا بدات تجتهد لان صراحه كنا ننتظروا الاكثر والاحسن لان فريق كان انا بالنسبه للبيك بيرفورمانس ديال قطر هو كاس اسيا الوقت اللي كانوا فازوا بكاس اسيا ممتازين للغايه كانت مجموعه مهمه مدرب اسباني بطريقه ممتازه بستايل جد واضح ديال تيكي تاكا كان اسمح لي سي هشام والمدرب ما كانش زعما مدرب مغمور ماشي شانسيز مغمور جدا كان في اسباير ولكن كان ضربه معلم صراحه لانه هو اللي كبر مع داك الوليدات وكان هو الاقرب لسميت المفاجاه هو كنا ننتظر اكثر. لماذا ننتظر اكثر؟ لان كانوا مجموعين سنوات هما مجموعين وجدوا في كاس اوروبا لعبوا دابا الان راه تيلعبوا الكاس الذهبي راه متاهل للربع النهائي ولكن اللي ما فهمناش هو كاس العالم. هل كاس العالم جات الاجواء متغيره عليهم رغم ان الارقام والمقابلات اللي لعبوا كثيره فكان بانوا كنا ننتظر من يعني وصول الى الربع النهائي مثلا ولكن على الاقل كانوا يكونوا احسن كان افضل لان باهت اداء باهت احنا تنقولوا كاين الخساره ماشي حيت ما تنبغيوش خساره ولكن تنقول عرفت نخسر زعما تتخسر امام ادفيرسير تيكون قوى منك واحسن منك. لا كانوا هما كانوا بالامكان ديالهم يلعبوا افضل لان عندهم لا كاليتي باش يلعبوا احسن ولكن انا تنقول هل الظروف اللي تغيرت عليهم فما باش بصراحه بالنسبه كدوله عربيه مقارنه مع المغرب والسعوديه وتونس فالكل كان ممتاز كان بالامكان يكون افضل المنتخب القطري. هشام اخي الان المغرب تعرفوا حتى تحول في كره القدم تحول يعني ما نقولش تحول جذري ولا انما على مستوى الجامعه هناك عمل في 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 لا ستركتور ادمنستراتيف في الاورغانيغرام ولكن لازلنا حقيقه وهذا واقع لازلنا عندنا مشاكل حقيقيه على مستوى التكوين في المدربين والاطر وعندنا مشاكل اخرى على مستوى التسيير اليومي للانديه الوطنيه وهذه ملي غنبدا نكلم من الاخر الى لاحظتي فلا فيدراسيون واصله الفوق au niveau de planification, au niveau d'organisation, au niveau de نقولوا حتى ملاعب القرب au niveau de الملاعب au niveau ديال التوجه ديال سيدنا ايضا الامور غدا ممتازه للغايه صراحه. انا تنعيش دابا خارج المغرب وداكشي اللي تنشوف تيخوفني انا جيك من الاخر لان بحال شي بوربوخه انا تنشوف داكشي غير من الفوق خصوصا التجربه ديال قطر. لا ايه القطريين وحدهم من المغرب بحال الا ما وقفش على الصح الامانه علاش اللي تخليك واقف بحال دابا بين طابل عندك كاتر نقولوا ديال لي بيي الى وحده مشات مشى كلشي. ملي تنشوفوا لي ليتيج بزاف تنشوفوا ان غران كلوب تيبدل خمسه د المدرب في العام مدرب وغدا تيكون مساعد مدرب عند ديريكتور تكنيك من بعد ما عاد شنو ما فهمتش كنشوف اللعيبه مخلصين اللعابه ما مخلصين جوستومون ها الواقع هذا هو الحقيقه ديال النادي ممنوع من انتداب جو سي با كوا كيس كي سباس اكزاكتوم فاقد الشيء الى يعطيك. دابا انا تنشوف لا فيدراسيون مشات ولكن لي كلوب ما غاديش بنش توجد لا فيدراسيون. لا عندك رؤساء تيعوموا في بحر
ولا فيدراسيون بحال صح صح ورؤساء بعادين على الدومين ديال الفوتبول. ما تعرفش كلم دابا انا كومونترينور الا بغيت دابا الا كلمني ان بريزيدون باش يريح ما نعطيه بلان داكسيون ديالي ما غيفهمش نتكلم صح. انا نقول نجيك من الاخر ما عارفش علاش نتكلم ولا تنتكلم على هو شنو بغى هاد بلان داكسيون دان اونترينور برو واش بغيتي التكوين ولا بغيتي لي ريزولطا. دونك اللي تيبان لي بعيد لي زيكيب وغنحيدو على جوج ولا ثلاثه نقولوا اللي هما ستركتوري ولكن كبلاد بي قريب لاوروبا وحنا لي كاتريم او نيفو دو موند وهذا راه عندك لانفراستركتور ديالك بزاف الحوايج. لا فيدراسيون حرجات لي كلوب باش يجيك من الاخر ناقصو منو دو يخدمو او نيفو ديال التامين. يمكنش تعطي للمدرب اللي تيكون تعطيه 3000 درهم ولا 2000 صح سي با نورمال. الهرم ماشي مقلوب عندنا لا حنا مقلوب حنا خصنا نتهلاو في التحت باش نوصلوا الفوق نجيبوا لي غرون زونترينور اللي كاتيغوري الصغار يكونوا لتحت ماشي الفوق فوق بوحدهم. خصنا نديروا واحد الابليكاسيون تريونغل راه حتى تعرفوا بدو قداش لا بيراميد ماسلو لا بيراميد ماسلو. دونك اللي بغيت نشوف المدرب تنسمع ان المدرب اللي تعطي تروى المدير هو جاي ساخط على الوضعيه من الاول وما كيفاش بغيتي هذه ربي لك هاد الوليدات والدالي كيفاش بغينا هاد الوليدات يوصلوا ليا ليكيب بروميير كيفاش بغينا نمشيو له ان سيرتان كاليتي دو جو الا ما كانش لان شنا لا تاكتيك صعيبه حنا باش نمشيو للبين سبور ان لا تاكتيك شاربينا باش نتكلموا في الفوتبول عارفين تنتكلموا على شنو هي والشرح ديالها الديفينيسي ديالها وكيفاش نكسروا هذا لو سيستيم ولا لو جوغ باش يتربى باش يكون متكون خص المكون يكون متكون اولا حنا ما تنطلبوش لي ريزولطا مي تنطلبوا باش يكون مربي. هل هذاك المكون هو مربي ما عرفناش هل المكون مثلا سيغتاناج تيجيك واحد مكون باعلى مستوى. انا دزت انايا في لوفيس طلع عندي وليدات من ليكيب طلعوا ليكيب بروميير كانوا ما تعرفوا يسونطريو ما يعرفوا يخرجوا لا فورماسيون. دونك ما كاينش داك لا فورماسيون في الهاي ليفل باش يمكننا نوصلوا داك الشيء اللي بغينا. اللي تيبان لي كاين واحد التباعد كاين بوكو دو ماكياج وهذا تيخوفني شي غدا غادي نجي لا شوت لان فعلا لي كلوب باقيين بعيدين على 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 لا فيدراسيون. خصنا نمشيو في نفس التوجه يكون داكشي بيان ستركتوري بيان اورغانيزي بيان سميتو لان اليوم لا كان كاليتي كلاعب مغربي لان بحكم التجربه ديالي والاصبار ودربت اختلاف لعب فاللاعب المغربي ممتاز للغايه. اللاعب المغربي لا تنقصو شيئا ولكن اللي محتاج هو كيفاش يتكون ماشي يتكون غير كروي كرويا علميا شخصيا. راه دابا انا نعطيك ان جو راه ولا تيسوى 400 600 ميلتي ولا تيخلع ولا تيعرفش يخرج حتى تيخرج لا كيفاش توجهو حتى باش يدير حياته الرياضيه. دابا دونك هذا هو اللي في الحقيقه كنشتغلوا عليه سي هشام على مستوى البحث العلمي هو في تكوين يعني لا فورماسيون دي زيليت سبورتيف. دونك هذا هو المجال. اذا باش نختموا سي هشام شنو ماذا ينقصوا اليوم حنا هضرنا عليه ولكن بغينا المستمعين والمشاهدين يعرفوها ما ينقصوا يعني الاطار المغربي اليوم وحنا هضرنا عليه ولا على التكوين والحضور الى المناظرات انا صراحه تنستغرب لان تنعيش انا قلت في اسبانيا وتنقول ملي تنعيش مع لي اسبانيول ملي تنساليو حنا الموسم الكروي ديالنا تلقى مؤتمرات كثيره سواء في سالامانكا في مدريد في بيلباو في سيفيا مالاغا كلاس بحكم الاندلسي. علاش تيجلبوا المدربين اللي عملوا دابا تلقى لويس انريكي تلقى غوارديولا تلقى في المنطقه ديالو تيديروا واحد السيمينار وتيذكر على هذا الموسم الكروي ديالو ولا اي واحد تيتكلم في لا بريباراسيون في شي حاجه دار بتي ريغيرش وداكشي وتيكون اقبال خطير جدا لان الناس متعطشه تعلم الناس متعطشه تسمع الناس متعطشه تشوف وهنا تنشوفوا بان كاينه فريمون كاين في البلاد. دونك علاش ما تنستغلوش لي كادر ديالنا او نيفو انترناسيونال هما قلال جدا لان الخبره كيفاش تجيب تكوين وتكوين ولكن كاينين الناس اللي محتاجين ومتعصين يتعلموا منين تيتعلموا من الناس اللي سبقوهم في الميدان باش يعاونوا باش يساعدوا باش يبدلوا لان بحال اللي قلنا حنا التكوين ماشي غادي تجلس ليا دابا راه جالس معاك راه دابا خصني نطلع لاسبان وخصني نحضر لاي حاجه لان شي سيغ شي حاجه جديده عندك كل عام المغرب المدرب ولا اي لاعب ولا اي خصو يمشي يبحث على راسه لان الفوتبول ما بقاش في المغرب. الفوتبول الحمد لله اليوم ولينا حنا واحد لو كادر ماروكا
اللي هو جد 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 محترم. فاليوم اللي تنشوفوا بحال دابا تلقى عمو تمشى للعرض والزكي مشى لسميت وكاينين دي زوت وهذا ساتو في بليزير لان قبل لي اسبانيول ما كانوش يخرجوا ابري لا كوب دي موند راسيمو نيفو دي موند المغربي ولا الايطالي خصو انفيستي بالعربيه في نفسه باش يتعلم يلبس يتعلم يقرا يقرا بيان سور الناس خصها انفيستي لان ما يمكنلكش لازم تستثمر في فراسك ماشي تبقى غير سقابط لو ديبلوم ديال سنه في القهوه ونتكلم في الغير نو الحمد لله كاين الحمد لله كاين رجال انا تنشوف المغرب تيتحول الى الاحسن وهذه والافضل ولكن دو بريفيرونس نتعلموا ما عندناش ديروا اوتو كريتيك مع راسنا في اي مجال في اي ميدان وملي تنخطئوا نعترفوا بالخطا ديالنا فكنتعلموا لا هو حنا سي ان بي دو فوتبول الحمد لله دونك وصلنا لذاك الشيء اللي بغينا ولكن تنقولوا دائما نبغيو نتعلموا ونستافدوا احسن. سي هشام بحق الجلسه معك ممتعه وانا دائما تنقولها سواء كنا يعني واخا الاطار تيختلف كنشكرك على تلبيس الدعوه بعدا لانه عندك برنامج بحقيقه مزير كنشكرك على الحضور ديالك معنا وعلى على على التقاسم التجربه ديالك مع المشاهدين المستمعين ونضرب ان شاء الله موعد اخر لمناقشه مجموعه ديال الحويجات سي هشام اسانو في بليزير بحال اللي قلت لك لو دي جي تي في ولو دي جي راديو الزاويه 90 انا قلت لك ما عنديش معلومات عليها كثيره مي قلت لك هذا هو لو فيتور لي جاي سي لو فيرتوييل وتنشكركم حتى نتوما لان ما جيتش الحمد لله ما ضيعتش وقت انا فرحت اللي جيت معاك وفي واحد القناه اللي فريمون غادي نتبعها انا شخصيا ميزة يشوفوا كونسي بيسيروا في الطريق راه هي الصحيحة وهي اللي جاي والله يسهل عليكم ويساعدكم جدو كوني تخي بيان لأن الإنسان اللي تيبحث والإنسان اللي تتكون عنده ذاك العين المستقبلي هم اللي تنبحث عليهم أنا شخصيا شكرا جزيلا شكرا سي هشام. إذا الحلقة انتهت مشاهدين الكرام ومستمعين ديال لو دي جي راديو وكنضربوا معكم إن شاء الله موعد في حلقة قادمة مع شخصية رياضية محضة وباحثة. شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.